السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم عندنا الجديد ديال أتواب ديال البرد أو أتواب ديال الشتاء. يعني عندنا موديلات جديدة وألوان راقية ديال التوب. كاين هاد التوب هذا، هادي ملي فدان كما كتشوفوا اللوينات فيها رائعة. هاد ملي فدان التوب ديالها رطيح ورطب كما كتشوفوا التوب ديالها، هو هذا ارطب وطيح، ما كيتكمش موالو، مطلوق ما كيتشنتفش. الثمن ديال هاد التوب هذا دير 60 درهم المترو، وفي الوان كثيره فاش تخيرو، واللوينات كلهم رائعه. مليفه دان، ثمن المترو 60 درهم. التوب ديالها كيجي طيح ومطلوق، واللوينات رائعة كما كتشوفوا. أتواب ديال البرد، أتواب سخونة وخفيفة، كتبان خفيفة وطيحة في اللبسة ديالها. هاد التوب هذا كيجي فيه الطرز، كاين يعني كيما درتي ليه كيجي فيه الخدمة، يعني خدمتي غير بالطريسنات نص طوق، خدمتي بالضفرة بالطرز الرباطي، الطرز ديال الزواق المعلم، يعني داكشي اللي درتي فيه كيجي مزيان، كيجي رائع كما كتشوفوا اللوينات هما هادو. كاينين فيها الوان كثيره فاش تخيروا ديال هاد المليفه دان. هاد الملمح هذا راه كاين في سيدي بنور. بالنسبه للناس ديال الجمله اللي كيبغيو ياخذوا الجمله، ياخذوا واحد العدد كثير ديال الاتواب، يعني راه غادي نقص من الثمن ديال 60 درهم المترو. اللي بغى يتواصل مع مول المحل غنخلي لكم الرقم ديالو في اول تعليق، غتهبطوا الاول تعليق غتلقاو الرقم ديال التليفون ديال مول المحل، اتواصلوا معه وتفاهموا على الثمن. كما كتشوفوا هذا اللون ديال الاسود ديالها الكحل، هذا في الكري. كاين لوينات رائعه ديال التوب ملي فدان، ثمن المترو راه 60 درهم المترو. يعني فين ما كنتي غادي توصلك السلعه، كنتي مثلا خارجه على سيدي بنور، يعني راه كيصيفطوا لك السلعه حتى الباب ديال الدار. العدد اللي بغيتي راه كيصيفطوا، بغيتي كوب وجوج ثلاثه اربعه على داكشي العدد اللي بغيتي راه كيصيفطوا لك. يعني غادي تهبطوا الاول تعليق تتواصلوا مع مول المحل وتفهموا مع الثمن ديال الجمله والثمن، يعني المعامله كيفاش دايره. كما كتشوفوا اللوينات رائعه ديال التوب ملي فدان، اللوينات كذلك رائعه ديال البرد ديال الشتاء، يعني الجديد ديال الشتاء او ديال البرد. كما كتشوفوا اللوينات والتوب ديالها راه طايح، التوب ديالها مطلوق التوب وطيح، كيجي رائع في الطرز الرباطي حتى بالزواق المعلم ولا بالكاتفيل ولا بالعقيق، يعني داكشي اللي درتي فيه كيجي مزيان. درتي لها غير خدمه خفيفه راه كتجي مزيانه. اللوينات ديالو هما هادو، يعني الا عجبك شي لون غادي تسكرينيه، ما تقول لي مثلا قطع ليا من هذا، راه غادي يقطع لك داكشي اللي بغيتي، العدد اللي بغيتي راه غادي يقطعو، ولا كنتي بعيده راه غادي يصيفطو لك حتى للدار. يعني فين ما كنتي من طنجة حتى للكويره، فين ما كنتي غيوصلك الامانه حتى لعندك. هاد مول المحل راه كاين في مدينه سيدي بنور، جا حدا قاسم مول التوب، فرماسيان ديال اسعاد. كيما كتشوفوا اللوينات ديالهم هما هادو، هذا عبد الفتاح. كيما كتشوفوا اللوينات ديال التوب المليفه دان، يعني اللوينات كلها رائعه ديال هاد التوب هذا. ما تنساوش تضغط على زر الاعجاب زر لايك، كتشجع لنا على الاستمرار والبحث دائما على الجديد ديال الاتواب والموديلات. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.